السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، الصحة مزيانة، أموركم هانية، وتحية للمغاربة ديالنا كاملين، خوتنا المغاربة، تحياتنا لكم، تحية للجالية المغربية المقيمة في العالم كامل، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وعلى التعاليق ديالكم، وعلى الجيمات ديالكم، دعمونا، وهبطوا لتحت وعملوا جيم، وعملوا كومنتير، وإن شاء الله نرجعوا لعندكم. حماس جديد وفيديوهات جدادين ان شاء الله، كلها افراح، كلها ان شاء الله نشاط وحيويه. المهم فيديو جديد معكم ان شاء الله. هذا الفيديو غادي نشارك معكم ان شاء الله مورا الدار، غندورو لتما وخليكم مع الفيديو، او خليكم مع ودابه مع سلمى. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، نتمنىكم تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. فيديو جديد وحماس جديد، ودابا الواحد المهم البطاطا زرعت اي حاجه والجلبان وايباوان، وخصنا نخملو الدمنة. المهم هانتوما معانا. المهم كما قلت لكم، عندي المدرة، ها هي المدرة معدلة ملوح كما تشوفوا، والجلد هذه المدرة الواليد، والجلد ديال المعاز، وحتى الخيط عندهم بالجلد المعاز هو كما تشوفوا. هذه كنقولوا لها حنا في الجبل المدرة. المهم عندنا بداو من ديك الاتجاه الفوقي، خملوه ايوا، نحيدو القصاب، نحيدو هذه. دابا هذا وقت، المهم كلشي ها الناس قدامنا، حصود ماني ديالهم، هما محروسين، ما هو كيجمع هذا القزادير هنا كيلعبوا الجوايد ديالنا، عندهم الدنيا هنا مراونة. المهم وضع هو تما كنعملو التومة، هنا نعملو البطاطا، إوا نوعو البطاطا شي حاجة من الجهة. نجيب لك الكاس؟ لا هذا قلت لاش نخلق ديك الربيع، فيها الريحة قبيحة، فيها الربيع نسمة قبيحة. مشي بنتي دي ديك العوادة للدار، مشي شوف ديك العوادة هذيك تسبقت من بعد، أينو؟ راهو ما فوق، تسبقت تسبقت. ها هي انتي ديك لا جوره، خليها ما يكون غير غايفه، نقيها من الصاصر، من الحرقوها نقيها من الصاصر. ها هذيك العاده اللي قالت يما بيوجد، قالت السكينه بيوجد، شنو بيوجد؟ لا خليه، شوفوا تاع عند العرو، والو ما عطيش، خصنا نشروها من هذيك، خصنا نشروها من السوق. خليت هذا بيوتيوب، هذا البرودة ما كاينش. هذه حياة البادية الأصلية، يا هادي خصك تجمع العواد، حنا شنا هنا البارت تبارك الله، ها ها اليومين صافاها منا، ديت نجبد الجلاب، عندي واحد الجلاب كي نجبدها، كخصها تحضر. دابا غدا مع هاد كواب الفاس، ياه البارطة، البارطة اللي عندنا هنا في الجبل كاز علينا هاد 4 أيام صراحة صعيبة في البارطة.
هذا المدرب كيجمع الزبل مزيان، كتساعدو بزاف على الجميع. قلم هذه دار عمي حميد، هذه مسكين دار عمي حميد، دار عمي حميد الجاري. ها المدرانة شكون؟ يا هادي ها هرس لها حل قرنا هاديك الدافا كمسك الله يرحمو. ها تعال نشوف شوف جيب الفاس وضرب ديال القصابي حيدو من جوج. ها هي سلمى اجمع وحدة تريح. الناس قبلها كانوا يجيبوا الدم عاد ماين تينا هذا يا تي قديت ساعه انت جاو الكيلو بزاف انا هيا ما تقولوا نرجع سير على الله يلا سير سير يا ربي عم زلق شي بدي الشربيل تاقي صبر ديك القومه ما عنديش هوا وتما فان هذيك ديما وانت عقد قدر لو سنتوني لا انا عندي كرا وريني ايه الله سير ورجع هانتم المشاهدين ديالنا كما شفتوا ها هي الدنيا دابا نظفناها شويه من ديك العواد وديك هذي دابا خصنا نبداو نخدمو فيها شوفوها اش قاصحه ولا لا بسم الله بسم الله على بركة الله لا حقيقة بسم الله هذه سهلة هذه ولكن هذه ما نعرفش حق ما نعرف صغدي شري الفاس جديد الفاس الجديد ياك الفاس ب 12 الف فرانك والهراوه ب 1000 فرانك و10 كيلو بطاطا و5 درهم 150 درهم هي 15 الف فرانك 17 شحال تجيب لها البطاطا 17 الف فرانك 17 الف فرانك تجيب بها 34 كيلو بطاطا ولكن عاود ما نساش الحاجه بلديه ياه بلديه كتسلق في الماء كتجي واه المشاهدين ديالنا ها هادي مخيره ها واحد البطل بحال بابا ها فلاحه لا فلاحه ولا الفليله حسيتي تراو كيلا ليا ولا فوق كيلا ليا كلنا ها بعد كلا لي انا اربع الضال انا اربع الضال انت ها نخدم في القهوه ونجي انا نخدم لها خدمنا ونطيب معاه نعجل له كيف تما خصني شكون شنو ناقصة ها؟ ما خصني حتى شي حاجة ها؟ باقي خصني سلامتك سلامتك معكم نعطيكم شوية الإيجابيات وكذا هاد البلاصة واحدة من عملوا فيها التومة التومة نعدل هنايا ولا؟ المهم البلاصة اللي فيها التراب راطب اللي فيها التراب الشيش عملوا فيها التومة واللي باقي من بلاو بطاطا راه في تحت نعملو نعملو قزبر والمعدنوس والكرافس المهم المشاهدين ديالنا كما شفتو قدمت واحد البركة فيها ما باقي لناش الوقت كما تشوف المغرب نمشي عاود نتوضاو ونتهيئو للمغرب عاود نصليو المغرب باقي ما تغديناش شوفو شنو عامل لنا في الغدا سالم معاك كنوض معطلين بعض البرا دابا نقوم ميريندا ماشي الغدا ها ميريندا واه حنا كي واحد باش يتغدى واش مثلا حنا فطرنا في 12 نتغداو في 12 لا حنا فطرنا في 12 ونتغداو حتى 6 ولا 4 ولا 5 هذا الغدا ديالنا ولا شي عندها على 11 و 12 حنا 6 و 12 المهم خليكم مع الفيديو ويلا نشوفوا شنو يعمل لنا الغدا المهم المشاهدين ديالنا دابا من بعد ما دخلنا للداخل صراحه الغدا ديالي جبرتو طايب اللوبيه عندي اللوبيه وشويه ديال الجعيده مقطعه معها كما شفتوا وما قدرتش نقلي لا بطاطا لا فلفل لا شي حاجه صراحه مهلوكه مدكدكه
والزيتون ديالي هو هذا اللي ديك النهار دقيتو، صراحه حلا ورجع واعر. دابا كناكلوه مع الماكله، كنعدلو غير الملاح وصافي. ايوا المليح والحاره، الحاره هي هذيك كيعجبني الحار، عزيز عليا الحار. صافي هذا هو النهار ديالنا والغدا ديالنا، وشاركنا معكم الغدا ديالنا. نتمنى الله يعجبكم الفيديو. يلا بسلام عليكم.